عن فرس نهر لا يحك ولا يصك ولا يهش ولا ينش. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. غادي نشوفوا موريتاني يبهدل العيشه تاع زري بطاكوس على المباشر خوتي، وايضا غادي نشوفوا الرد من عند خونا مصطفى بوني في الجزائر الحر على الدكتور سليبي فرس النهر على المباشر. غادي يبهدله ويكشف الكذبه تاعه، يعني الدكتور بصح يكذب لغالب العيشه عندهم طكاتير غير تاع كذب خوتي. المهم لي لايك البارطاج، طلعونا الفيديو، اللي ماش مشترك هبط يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبدأ في الفيديو نتمنى منكم كامل اشتراك في القناة، اللي مش مشترك هبط يشترك ويفعل زر الجرس ولي لايك مع البداية تاع الفيديو. طلعونا الفيديو، راكم عارفين العيشة راهم هنا خوتي. المهم دعمونا الفيديو، نبدأ مباشرة. بسم الله. جيبوا الحماية المدنية، جيبوا التغطية الأمنية، جيبوا القوات العسكرية، عفريت يكتسحون عظمة الوحش. المهم كيما راكم تشوفوا خوتي، هذا الموريتاني بهدل العياشة على المباشر، يعني العياشة من قبل قال لك بلي الجزائر قامت باغتيال حارس رئيس موريتانيا وبغات تقتل رئيس موريتانيا. راكم فاهمين هذيك الكذبه، انا ما بغيتش كامل نتكلم عليها، راكم عارفين العياشه على غالب راهم هنا على بها يهضروا كيما هاك. المهم اليوم جينا نردوا عليهم، راكم ما تشوفوا خوتي، هذا الموريتاني قال لهم بعد فشل محاوله اغتيال الاولى في تندوف الرئيس الموريتاني يتوجه الى الجزائر العاصمه من اجل المحاوله الثانيه، إما رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدره للغاز. يعني هذا الموريتاني قال لهم يا العياشه فيخهم من الحلم اللي راكم فيه، بكم تكذبوا، يعني الناس كامل فاقت لكم، يعني محاوله اغتيال الاولى ما نجحتش، قال لهم باللي الرئيس تاع موريتانيا عاود رجع للجزائر باش يعاودوا، راه هو راه باغي يموت، اي راهم باغيين يقتلوه. عياشي راك هنا على بالي من كثرية الحقد، من كثرية القنطة، ها قلت لكم عامسنا وحده هنا وحده هنا. عياشي مسكين، ها هو موريتاني بهدلكم على المباشر باش تعرفوا يا العياشة كامل فاقوا لكم. الدكتور فرس النهر سليبي قال لهم ما غاديش يولي رئيس موريتانيا للجزائر، رئيس موريتانيا غير البارح كان في الجزائر. غير بالامس جا للجزائر باش يحضر منتدى الدول المصدرة للغاز، وانتم للاسف ما عندكمش الغاز، عندكم غير الحطب، والحطب وكمل. عياشي مسكين، خوتنا لي لايك بارطاج، زيدوا تبعوا تشوفوا الرد من عند خونا مصطفى بونيف. فرس النهر منار سليبي يخاطبكم. انا كنظن بان موريتانيا هنا امام فرصه. رد الفعل لا ننسى بان موريتانيا هنا هي فيها الكثير من العسكريين الاذكياء. سيقرؤون الرساله الان، اولا كل المخ كل ال... كل هذا الطلب. فرس النهر اسم على مسمى، سليبي خونا راه يكذب على العياشه على المباشر. باللي الجزائر حاولت اغتيال رئيس موريتانيا، والرئيس تاع موريتانيا غادي يفهم واش صرا، والموريتانيين وما غاديش يعاود يرجع. صح رئيس موريتانيا غير البارح كان في الجزائر. لي لايك خوتنا زيدوا تبعوا. والشعارات ديال الشعارات ديال الحب اللي كيقولوا الجزائريين، لاحظ واحد الطلب كبير، كل سيمانه مسؤول، يقول لك الاخوه الاشقاء كل هذه المسائل تبددت الان. كلها تبددت، الرأي العام الموريتاني التقط الرسالة بأن الجزائر تدبر لمخطط الفوضى في موريتانيا. فرس النهر، يعني فرس النهر على بالكم عنده راس، عنده واحد الراس. شوفوا مثلا معايا هذا التغريدة في تويتر اللي أيضا تحكي على محاولة اغتيال رئيس موريتانيا في الجزائر. راه يقول باللي حادث خطير تعرض له موكب الرئيس الموريتاني ولد الغزواني أثناء عودته من تدشين معبر تندوف. الحادث أدى إلى مقتل الحارس الشخصي للرئيس الموريتاني وإصابة حارس ثاني من حرس الرئيس. المعلومات الأولية تشير إلى محاولة اغتيال مدبرة من طرف النظام العسكري الجزائري وابن الرئيس الموريتاني السابق، إذ يبدو أن المخابرات العسكرية الجزائرية استغلت التحذيرات التي نشرتها السفارات الغربية حول قرب الهجمات الإرهابية للقيام إلى غير ذلك. إذن رانا نشوفوا منار سليبي يعني بكل ثقة يخرج من أجل ممارسة الدجل والكذب على من؟ مش علينا احنا الجزائريين، احنا الجزائريين نعرفوا، احنا رانا عارفين وشايفين وعلى بالنا باللي هذا عبارة عن داب منار سليبي فرس النهر اسم على مسمى، يظل يكذب هو دكتور في الزريبه تاعو ويظل يكذب على العياشه والعياشه يامنوا فيه. رئيس موريتانيا البارح كان في العاصمه يا درا سليبي، هاو مشي كنت تقول لهم ما يرجعش
كيقول تقول لهم بلي موريتانيا صاي فهمت واش صرا والجزائر بغات تخلص منها ومع ولد رئيس موريتانيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. زيدوا تبعوا خاطنا. عن فرس نهر لا يحك ولا يسك ولا يهش ولا ينش. حنا عارفينو بلي مجرد لحاس عند المخزن برتبة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية. طيب الرئيس ولد الغزواني اللي هو رئيس موريتانيا تعرض لمحاولة اغتيال في الجزائر. وقتاش؟ الأسبوع الماضي. بعدها بأسبوع يعني اليوم ها هو الغزواني في الجزائر مع شقيقه عبد المجيد تبون. أخوة متجدرة وقرب تاريخي وجغرافي وتحديات إقليمية واقتصادية وسياسية بين الجزائر وموريتانيا تتدعم دائما في خطوات. وش من وجه تقدر تقابل به الناس يا فرس النهر؟ عادي خويا مصطفى بني ما تعرفهمش طاكات إذا تعزيب طاكوس كي هذا فرس النهر كي هذاك البرتوش سعيد كي هذاك اللي عينيهم طردقين قاع يكذبوا وعادي نورمال عياش يتبعوا ويدعموا والمخزن يخلص. هذه هي نورمال غدوة ولا ما غاديش يقابل ويقول لهم باللي صرات العسكر الجزائر وفرضوا على رئيس موريتانيا جابوه بالسيف. ايوه هذه هي زريبة طاكوس. لي لايك خاوتنا البارطا زيدوا تبعوا. حاب نعرف نوع الماء اللي راك تغسل به وجهك كل صباح. انا متاكد انك تغسل وجهك ببول نتاع كلاب. صباح الناس تطرف وتتوضا وانت تغسل وجهك ببول نتاع كلاب لانه عندك قدرة عجيبة جدا على مواجهة الكاميرا والناس على انك مدير مركز دراسات استراتيجية تعرف وكذا 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 وكذا. فقط من اجل ماذا؟ من اجل لحس للملك نتاعكم وللمخزن. الملك تاعك اللي راه راقد الان على بطنه في مانيش عارفين وش بلاصة وراقد فيها مستلقي فيها على بطنه مانيش عارفين وش المكان موجود فيه. انت تخرج تلحس الرئيس الموريتاني حادث. احنا قلنا لكم حادث مرور عادي حادث مرور قضاء وقدر تصرى في اي مكان من العالم وانت قاعد دوكا وموريتانيا وتعادي الجزائر والمعبر وشكوبي ومحاولة اغتيال وكذا وخارج تهرطق. انا والله غير حبيت نعمل هذا الفيديو برك للمراكة باش يعرفوا الدواب الزوايل اللي راهم يظلوا فيه عن السبيل. كون صرات هذه الحادثه تاع الرئيس تاع موريتانيا في بلادهم في الزريبه تاع طاكوس يقول لك باللي الجزائر هي اللي دارت هذا الشيء. ناسي هوك دائما الجزائر لا غالب عايشين حياتهم جيت الجزائر. وبالنسبه لهذوك المراركه العياشه اللي راهم يتبعوا في هذو الطاكاتيره يعني مهما تفهمهم مهما تشرح لهم ما غاديش يامنوا. يعني هما يتبعوا الدكتور فارس النار ويتبعوا سعيد البرتوش ويتبعوا ميميسيس عاش لي ما تهلي باش الله اعلم. زيدوا تبعوا خوتنا. أمثالك أنت يا سليبي يفترض أنه تعلق لهم المشانق عندما تستفيق الشعوب من غفوتها. أمثالك أنت لأنه الكلام اللي راك قاعد تقول فيه على أساس أنك مدير مركز دراسات ما كانش مدير مركز دراسات استراتيجية ما كانش دكتور أو متخصص مش دكتور طالب تاع علوم سياسية بسيط صغير يتجرأ يقول يوصل التحليلات اللي راك أنت وفي كل مرة والله الوحيد المحلل السياسي الوحيد اللي انا عرفته في العالم يعني انا نتبع على القنوات الفضائيه كلها نشوفها ونشوف المحللين السياسيين واش يقدموا واش يقولوا الوحيد اللي غبي فعلا وفرس نهر هو انت. ولا مره فلحت يعني ولا مره قدمت حاجه وصدقت يعني في كل مره الكذب الخرطي التنسفير والتربح من الفيسبوك والتيك توك. هذا هو مستواك يا فرس النهر. موت بغيظك. الجزائر اليوم هي دارة القمة تاع الدول المصدرة للغاز في انتظار أن المهلكة تاعك تنظم مؤتمر ولا قمة الدول المصدرة للنساء. احنا بترولنا ملون ونزق.
اما راح اجي هني واسوي استثمار. المهم كيما سمعتوا يا العياشه، حنا رانا دايرين مؤتمر تاع الدول المصدره للغاز، وانتم غادي نستنوكم باش ديروا مؤتمر تاع الدول المصدره للنساء. هذه هي كيما قال لكم خونا مصطفى بونيف عياشي على بالي بلاك هنا الدكتور فرس النار وراك هبير وجهك، على بالنا بلي اليوم ما تبانش غدوه تبان نورمال عادي. هذه هي الزريبه الطاكوس وهذو هما الطاكازيره تاعها، يضلوا يكذبوا والعياشي امنوا عادي كيما قال لهم نحرق المسجد تاع الجزائر قالهم بعد التدشين مباشرة انحرق المسجد وصارت كارثة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفرحان بحرق المسجد، يعني فرحان بعد ما شاف النار شاعلة في بيت الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. راكم تشوفوا كمية الحقد اللي راهي عند العياشة، مسجد الجزائر بيت الله فرحان له من شاف النار شاعلة فيه عياشي مسكين. المهم راك هنا وأنا قلتها لك عام سنة ركب لك العبرة واحدة منه واحدة منه، والله ما رانا طالقينكم يا العياشة. احنا اللي خربنا في بلادنا يباصي، احنا الجزائريين رانا واقفين من اجل دفاع عن بلادنا، ما راناش واقفين باش نحسوا للمخزن ولا من اجل، احنا ما نديروش هذا الشيء، احنا رانا واقفين من اجل دفاع عن بلادنا فقط. زيدوا تبعوا نشوفوا واحد الجزائري واش غادي يقول للعياشه. السلام عليكم. بعد فشل محاوله الاغتيال الاولى التي كانت للرئيس ولد الغزواني الرئيس الموريتاني بمناسبه زيارته للجزائر لتدشين المنطقه الحرة في تندوف، يعود ذات الرئيس إلى ذات البلد الجزائر بمناسبة انعقاد القمة رقم 7 للدول المصدرة للغاز، ليتم اغتياله للمرة الثانية بعدما كره السيد محياته وكره مهموم الدنيا. الخبر هذا رواه الدكتور العظيم رئيس مجلس الدراسات لتيري ولي في المملكة المغربية سي منار سليمي وصححته أنا، تحياتي. أي هذه هي كما قال لكم خونا الجزائري، يعني هذا الخبر خرجها الدكتور فرس النار سليبي وعاود صحها له خونا الجزائري. يعني فرس النار من قبل قال لهم محاولة اغتيال والجزائر بغات تقضي على الرئيس تاع موريتانيا بمساعدة الابن تاعه باش الابن تاعه يولي رئيس، راكم فاهمين خرافات. شدكم قلتكم بلي الهنودة غير داو الشيعة، الناس اللي هما الهنودة تاع بصح هما اللي صنعوا الافلام وشخبط لخبيط. فرس النار هذا دكتور بصح صنع لهم مسلسل حكاها لهم باللي اغتيال وغادي يخرج رئيس موريتانيا يقتلوه ويدخل في بلاصته ولده. ايوا هو رئيس موريتانيا غير بالامس جا للجزائر. اي يضرا واش غادي تقول دكتور؟ باينه بلي غادي يخرج كذبه جديده. هذه هي الحياه في زريبه الطاكوس، يكذب اليوم يعاود يخرج كذبه غدوه عاود. ايوا هذه هي، والمخزن يدفع والعياشة عاشني متهلي باش الله اعلم. المهم خوتنا لي لايك البارطاج، طلعونا الفيديو دعموا خوتي، اللي ماش مشتركه بغيت يشترك ويفعل زر الجرس. شكرا لكامل الناس اللي تبعوا معنا الفيديو حتى النهايه، اعطونا رايكم في تعليقات خوتي. قناه اولى والرئيسيه غادي تلقوها في صندوق الوصف، مرحبا بكم خير من خوتي، ان شاء الله شرفونا فيها. حسابي الشخصي انستغرام تيك توك لاباج على فيسبوك غادي تلقوهم في صندوق الوصف. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.